عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جئت إلى هذا الموقع الطيب مبكراً اليوم، جئت الساعة يمكن الثانية تقريباً ظهراً، وكنت أظن أن محاضرتي ستكون مبكرة، ولأن عادة الذي يكون محاضرة متأخرة هو الناس يسمعون محاضرة بعد محاضرة بعد محاضرة، يكون مثل المدرس الذي يلقي الحصة الأخيرة في المدارس، يبدأ في الحصة الأخيرة والطلاب قد ملوا، خاصة إذا كانت هذه الحصة في آخر الدوام وربما في آخر يوم في الأسبوع. فلذلك أنا أريد أن أنشطكم، فأريد كما أني وقفت أن تقفوا. جزاكم الله خير. أيوة خليكم تنشطون، لو مشيت ما في مشكلة. أنا طيب اجلسوا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وأنا حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء، ولما دعاني الإخوة إلى هذا اللقاء المبارك يعني لم أكن أظن أني سأجد هذا الجمع الكبير جدا، فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا كنت أخاف يعني دائما على إخوتي الذين يقيمون في الغرب، لكن ما شاء الله ما دام تجتمعون مثل هذا الاجتماع الطيب فهذا أمر بلا شك أنه يعني يدخل علي الفرح والسرور، ويجعلني لما أرجع إلى السعودية أو أذهب إلى أي بلد، لأني سأذهب بعد غد إلى الدنمارك وإلى بلجيكا وإلى هولندا، سأقول لهم جميعا أن سكان باريس هم أحسن الناس في المحاضرة. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر على هذا الحضور الطيب. أيها الأحبة الكرام، يعني نظرة الإسلام بلا شك إلى الأديان الأخرى، الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث قبله الأنبياء، بعث عيسى عليه السلام وبعث موسى عليه السلام، كل الأنبياء جاءوا بعبادات واحدة، كل الأنبياء عندهم صلاة. يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول الله تعالى عن زكريا، يقول الله: فنادته الملائكة وهو قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. إذن زكريا كان يصلي. مريم يقول الله تعالى لها: يا مريم. ماذا؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. موسى يقول الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن كل الأنبياء عندهم صلاة، كل الأنبياء عندهم زكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الأنبياء عندهم حج كما جاء هذا في عدد من الأحاديث، لكن كل الأنبياء أيضاً جاءوا بالدعوة إلى السلام، الدعوة إلى الأخلاق الحسنة، الدعوة إلى العدل مع الآخرين، الدعوة إلى عدم الظلم، الدعوة إلى عدم أكل حقوق الناس بالباطل. كل الأنبياء جاءوا يدعون إلى منهج واحد في الأخلاق عموماً، وكلهم أيضاً يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ما في نبي قال اعبدوني مع الله، ولا في نبي قال في إله مع الله، كل الأنبياء قالوا كما قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه. توحي إليه إيش يا ربي؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، ها ماذا تريد منا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا. نأتي إلى إيش؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ماذا نفعل؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ما في ولا نبي دعا إلى أن يعبد مع الله. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول
لما ذكر من اتخذوا عزيرا ابن الله، يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فنفى الله تعالى، كأن الله يقول: لا تعبدوا غيري أحدا، اعبدوني وحدي لا شريك لي. ولا يرضى الله تعالى أبدا أن نعبده وأن نعبد معه بشرا، أو أن نقول إن أحدا من البشر هو إله مع الله. لكن مع ذلك إذا رأينا من يعبد حجرا، أو من يعبد بقرة كالهندوس، أو من يعبد صنما مثل البوذيين، أو من يعبد نبيا أو يعبد بشرا، نحن مأمورون أن نعامله المعاملة الحسنة، أن نتلطف معه، أن نسامحه على خطأه، أن ندعوه إلى الحق، أن نوضح له الخير. فنحن جئنا رحمة للعالمين، مثل ما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة لمن؟ للعالمين. ما قال أنت رحمة للمؤمنين، أنت رحمة للمسلمين، أنت رحمة للعرب، أنت رحمة للبيض، للسود، للحمر، لا. وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. إذن كل الناس يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. لذلك ينبغي على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يكونوا يعطون صورة حسنة لهذا الدين. أنتم أيها الإخوة والأخوات تقيمون في هذا البلد، عدد من الناس يحكم على الإسلام من خلالكم. بعض الناس يبدأ أحياناً ينتقص الإسلام ويتكلم على الإسلام، فإذا قلت له لماذا؟ قال: رأيت مسلماً يكذب، إذن الإسلام دين الكذب. رأيت مسلماً يسرق، إذن الإسلام دين السرقة. رأيت مسلماً يسب ويلعن، إذن الإسلام دين اللعن. رأيت مسلماً يظلم زوجته، إذن الإسلام لا يحترم الزوجات. أليس هذا موجوداً؟ أليس في بعض الفرنسيات تقول للمسلمة: الحمد لله أني ما تزوجت مسلم، فتقولين لها لماذا؟ تقول: أعوذ بالله، شوف المسلمين كيف يعاملون زوجاتهم. أليس هذا واقع يا جماعة؟ إذن نحن اللي مسؤولين أن نعطي الناس صورة حسنة عن الإسلام، نحن اللي مسؤولين. هذا أحد الإخوة، هو إمام، أحد الإخوة إمام صديقي، إمام مسجد في لندن، يقول: خرجت مرة من المسجد ولم تشتغل سيارتي، فركبت الأتوبيس النقل، فلم يكن معي كارت، فأعطيته 10 باوند وأرجع إلي الباقي. يقول: وأنا لابس الثوب والطاقية، واضح أني أنا إمام المسجد. يقول: فلما جلست أخذت أعد الباقي، فإذا هو قد زودني 0.5 باوند، يعني تقريبا ربع أورو أو قريبا منها. يقول: فجعلت أنظر وقلت في نفسي: طيب هذا السائق أخطأ في الحساب وزودني 0.5 يورو، طيب هذا الذي أخطأ الآن هل أرجع إليه المال أم أخذ المال؟ يقول: وجعلت أقول في نفسي: لا، هذا كافر، وإذا كان كافر تأكل فلوسه؟ حتى لو كان كافرا ما يجوز تأكل ماله. ها؟ لا، سأشتري بال0.5 باوند مصحف وأضعه في المسجد. بعدين قلت في نفسي: أستغفر الله، أشتري مصحف بمال حرام؟ ما يجوز. تدري سأشتري به كتابا يدعو للإسلام وأعطيه رجلا أدعوه للإسلام. ثم قلت: طيب هو مال حرام، كيف أدعو به للإسلام؟ يقول: فجعلت أعارك نفسي وأفكر أعطيه 0.5 باوند أم آخذه. يقول: فلما وصلت إلى بيتي، إلى المحطة، مررت به وأنا نازل وقلت له: تفضل هذا 0.5 باوند، أنت أخطأت في الحساب وأعطيتني إياه خطأ. يقول: فالتفت إلي السائق وقال: ممتاز، نجحت في الاختبار. قلت له: أي اختبار؟ قال: أنا أسمع دائما أن الإسلام يدعو للعدل، الإسلام يحرم السرقة، الإسلام يدعو للصدق، الإسلام يدعو للرحمة، وكل المسلمين الذين يركبون معي يحتالون علي. فقلت في نفسي لما رأيتك، قلت في نفسي: يا رب يركب معي الإمام هذا حتى أختبره أشوف. يقول: فركبت معي فعملت لك اختبارا فنجحت. إذن الإسلام يدعو فعلا للعدل والصدق والرحمة. فانظر كيف أن هذا الرجل يا جماعة يحكم على الإسلام
من خلال تعاملات أهله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لا يؤتى الإسلام من قبلك. وكان عليه الصلاة والسلام لما مضى بأصحابه إلى مكة لأجل العمرة، فقالت قريش، قريش كانوا يعبدون الأصنام، قالت قريش: يأتيكم المسلمون من المدينة وقد وهنتهم الحمى، يعني أمرضتهم الحمى، لأن المدينة فيها مياه وكذا وفيها بعوض، فكانت بعض الأمراض منتشرة فيها أكثر من مكة. فقالت قريش: يأتيكم المسلمون وهم ضعاف مساكين، أجسامهم هزيلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. الآن الطير في السماء يطير على بعد يمكن 500 متر، لكن ينظر أين يجد طعاماً، فإذا وجد لحماً أقبل عليه مباشرة واختطفه. يقول: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، يعني يدققون في حركاتكم، فإذا مررتم بقريش فشدوا وهزوا أكتافكم حتى تبينوا أنكم أقوياء مش ضعفاء ولا مرضى، لأجل أن الناس ينظرون إليكم فينظرون إلى الإسلام نظرة حسنة. كلكم أيها الإخوة والأخوات أنتم جميعاً مسؤولون عن الإسلام. انتبه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. ما أريد أسمع واحد من غير المسلمين يقول: الإسلام يا أخي يدعو إلى العبوس، لأن عندي جار عمره ما ابتسم في وجهي. انتبه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. لا أريد أن يقول قائل: الإسلام دين البخل، لأن عندي جار أنا كل يوم أشم رائحة كسكسي، يوم أشم رائحة طاجن، يوم أشم، وعمره ما قدم لي طبق صغير. يا أخي إيش البخل هذا؟ فأريدك أن يعلم أن الإسلام دين الهدية، الإسلام دين الكرم، الإسلام دين المساعدة، الإسلام دين الشفقة، الإسلام دين الرحمة. أنت لما تتعامل مع الناس وأنت تمثل الإسلام، بلا شك أن هذا أكبر دعوة إلى الإسلام والتوحيد. وعندنا ولله الحمد، الأخ المقدم سألني عن الدعوة للإسلام أو غير المسلمين عندنا في المملكة. عندنا يا جماعة في المملكة العربية السعودية عدة مراكز لدعوة غير المسلمين، عدة مراكز لدعوة غير المسلمين. في الرياض وحدها أكثر من 40 مركزاً لدعوة غير المسلمين. أحد هذه المراكز يقع قريباً من بيتي، من بيت أهلي، أنا في شرق الرياض وهو في غرب الرياض. أحد هذه المراكز مركز من ضمن 40 مركزاً يسلم فيه كل ساعتين مسلم جديد، كل ساعتين والله مسلم جديد. والآن هناك قطار يبنى في شمال المملكة، وصلني أمس رسالة من مكتب الدعوة هناك في منطقة اسمها حائل، في مكتب الدعوة هناك يقولون: يا شيخ نبشرك، أسلم من العمال أكثرهم عمال صينيين، لأن الشركة اللي أمسكت عمل القطار شركة صينية فجاية بآلاف العمال. يقولون: يا شيخ أسلم خلال الشهر المنصرم 276 عام، خلال شهر واحد. فنحن إذا قدمنا الإسلام تقديماً حسناً للناس، دعوناهم إليه ولم نظلمهم ولم نبخس حقوقهم، وأصبحنا نتعامل معهم التعامل الحسن مع تمسكنا بعقيدتنا، مع تمسكك بعقيدتك وعبادتك لله وحده لا شريك له، لكن مع ذلك تعطي الناس صورة حسنة عن الإسلام وتحمل الهم فعلاً، وتشعر أنك تمسك ثغراً من ثغور الإسلام، يعني باب من أبواب الإسلام، انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك. وكثير اليوم ممن يذمون الإسلام تجد أن إذا أراد يذكر أمثلة على القدح في الإسلام لا يأتي بأمثلة من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لا مع الأسف يأتي بأمثلة واقعية، ويقول لك: أحد المسلمين في المكان الفلاني فعل كذا وكذا، وأحد المسلمين فعل كذا، وأحد المسلمين. يا أخي سبحان الله، لا تحكم على الإسلام من خلال أفراد معينين. يعني أنا أعطيكم مثالاً، الآن يا جماعة لما يأتي طبيب ويكون طبيباً سيئاً خائناً ويفتح بطن المريض حتى يستخرج الزائدة، ثم على طريقه يسرق الكلية فرضاً، هل هذا يعني يا جماعة أننا نقول كل الأطباء حرمية، كل الأطباء لصوص، اقفلوا كليات الطب واهدموا المستشفيات؟ هل نقول هذا الكلام يا جماعة؟ لا، نقول هذا طبيب واحد أخطأ، أو طبيبين أو ثلاثة، ما نقول خلاص دمروا الطب كله. لو أن مهندساً أخطأ في عمارة، جاء وخطط العمارة وأخطأ،
قلل الإسمنت أو قلل الحديد ثم انهدمت العمارة ومات فيها 500 شخص. هل نقول اقفلوا كليات الهندسة؟ لا نريد ولا مهندس، المهندسون قوم فاشلون ضعفاء. لا، ما نقول هذا، نقول الهندسة مفيدة ونافعة، لكن هذا مهندس سيء. كذلك يا جماعة، لما نأتي نتكلم عن بعض الذين يقعون في أخطاء في الإسلام، لما يأتيك شخص أو تأتيك امرأة فرنسية وتقول لك الإسلام إسلام سيء، معنا موظف يشتغل معنا وسرق الخزينة وهرب، الإسلام دين سيء، تقول لا، هذا الشخص سيء، وإلا فالإسلام دين حسن. الإسلام يقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما قال يأمر بالسرقة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقولين هذا خطأ وهذا مخطئ وهذا سيء، لكن الإسلام كله جيد. نحن مطالبون حقيقة أن نعطي هذه الصورة، ولعل إن شاء الله تعالى غدا يكون لي أيضا محاضرة أخرى تكون بشكل يعني أوسع بإذن الله تعالى، أستمع منكم ويعني ويكون المجال أوسع من يعني يكون مشتركا. أنا أيضا أشكر حقيقة يعني زملائي في يعني الندوة، الدكتور فاضل الذي استفدنا من كلامه، وأسأل الله أن يوفقني وإياهلي كل خير، وأنا سعيد حقيقة يعني بالمشاركة معه. وكذلك مرحبا يا بنتي الله، هذه القبلة تكفيني في فرنسا خلاص. وأشكر أيضا الحاخام الذي يعني حضر معنا، وأسأل الله تعالى لي ولهم جميعا أن نوفق جميعا إلى كل خير، ونجعلنا وإياهم مباركين على كل خير. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.